بالنسبة إلى التسهيلات المقدمة للطلاب، كل التسهيلات الممكنة يتم استثمارها، بدأ من عملية المفاضلة والتسهيلات اللي كانت بخصوص أنه حاولنا نباشر في هذه في هذا العام للتخلص من موضوع الطوابع، موضوع تسديد الرسوم كليات وفق إيصالات لدى معتمدي الرسوم في الكليات المختلفة، ونستعد حاليا البدء بعملية التسجيل للطلاب. تسجيل الطلاب طبعا هناك بعض الوثائق المطلوبة، بدءا من المصدقة الأساسية إلى صور مصدقة عنها إلى بعض الصور الشخصية، ولكن هناك لجان تسجيل في كل الكليات والمعاهد لاستقبال الطلبة الجدد ومساعدتهم في عملية البدء بالعملية التعليمية بالشكل المطلوب. بالنسبة لرسوم التسجيل في الجامعة، لا يوجد أي تغيير في الرسوم المقررة حتى الآن وفق قرار 76 بالنسبة للطلاب القدامى وطلاب التعليم العام. حدث بعض التغيير في رسوم التعليم الموازي، ولكن هذا يشمل الطلاب المستجدين حاليا، أما بالنسبة للطلاب القدامى فطبيعة الحال تبقى الرسوم كما هي في حينها عند بداية تعليمهم الموازي. نقوم بخطوات أساسية لبدء هذا التسجيل ولتفريغ هذا الاستيعاب والضغط الموجود على الكليات أثناء التسجيل من خلال هيئاتنا الطلابية المتواجدة والمنتشرة على مختلف الموجودة في مختلف الكليات والمعاهد. تسهيلات المتبعة حاليا، لم يعد هناك طوابع ليتم شراؤها وتأخير الطالب أثناء التسجيل. أصبحت الطوابع عبارة عن رسم تسجيل يدفع في الكلية تلقائيا بحكم أنه قام بشراء هذه الطوابع، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء رسم تسجيل الموازي الذي كان يسبب الكثير من الازدحام على مراكز التسجيل وعلى المصارف التجارية المنتشرة في المحافظة، فهذا الموضوع أدى إلى قلة الضغط وقلة الازدحام المتواجد، وأصبح الطالب بإمكانه الذهاب بمفرده وبشكل تلقائي دون أي ازدحام بالتسجيل في الجامعة. تسهيلات كويسة، يعني الطلاب عم يجوا بشكل نظامي، ما عم يصير أي إشكالات، في تنظيم من الهيئة الإدارية، ما عم يصير أي شيء.